الوطني. لو فكرنا مين الشخص اللي جوه الحزب اللي ممكن يكون له آراء محترمة جدا، ليبرالية جدا، إصلاحية جدا، وربما أيضا متباينة مع كثير ممن ينتمون لنفس الحزب. من أكثر الوجوه إشراقا داخل الحزب الوطني يدافع عن الدكتور محمد البرادعي في مسألة الترشح للرئاسة ويدفع الثمن. عرفه الكثير بالرجل الذي لم يتغير أو يتلون في عصر الصبغة، فظل بشعره الأبيض شاهدا على مواقف ثابتة في وقت توارى فيه الجميع، مؤكدا أن خدمة البلاد لا تشترط الحصول على منصب ما. التعليم هو المدخل الرئيسي والأولي لحصول الإنسان على حقوقه التالية. الدكتور حسام بدراوي طبيب وسياسي مصري تلقى دراسته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ مشواره المهني بالعمل الأكاديمي حتى أصبح أستاذا بكلية طب جامعة القاهرة، ونشر له أكثر من 120 بحثا علميا، وشارك في تأليف العديد من الكتب في مجال التعليم والصحة، كان آخرها التعليم فرصة للإنقاذ. لم يظهر حسام بدراوي صاحب 64 عاما على سطح الحياة السياسية قبل عام 1995، حيث خاض لأول مرة الانتخابات البرلمانية عن دائرة قصر النيل، وخسر المعركة أمام ياسين تاج الدين القطب الوفدي، ولكنه فاز في محاولته الثانية لدخول البرلمان عام 2000. ونتكلم على تطوير التعليم في ما قبل الجامعي المخصص للطالب اللي طلبه الوزارة 2 جنيه للطالب. كلام غير منطقي ولا يمكن أن يحقق التطوير الذي نوده. أسس بدراوي جمعية لمكافحة الفساد عام 2004، وفي عام 2007 اختير عضوا بمجلس الشورى. ومع اندلاع ثورة 25 من يناير، شغل بدراوي منصب الأمين العام للحزب الوطني خلفا لصفوة الشريف لمدة 5 أيام فقط، وبعدها قدم استقالته معلنا اختلافه السياسي مع قيادات الحزب في طريقة التعامل مع المتظاهرين ومطالبهم. ظهر الدكتور حسام بدراوي مرة أخرى بعد غيابه عن المشهد السياسي بعد ثورة 25 من يناير، وأعلن تأييده لحركة تمرد والتنديد بحكم الإخوان، وقال أن إسقاطهم أصبح ضرورة ومخاطرة لا بد منها. شغل الدكتور حسام بدراوي العديد من المناصب الهامة، كان أبرزها رئيس مؤسسة بدراوي للتعليم، ورئيس مجلس إدارة منظمة ميدكير الشرق الأوسط، والرئيس الشرفي لحزب الاتحاد. أعوام مضت وشخصيات تغيرت وآراء اختلفت، ولكنه استطاع أن يحجز مكانا لنفسه ويكون علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية والعلمية المصرية. مصطفى سامي، كلام تاني. رغم أن هناك حالة من الإحباط تسيطر على البعض بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى، لكن الحديث لابد أن يستمر عن المستقبل، لابد أن نتحدث عن مستقبل حقيقي نؤسس فيه لحياة سياسية تليق بهذا المجتمع، تليق بأرواح الشهداء الذين سقطوا من أجل المطالبة بالتغيير، من أجل المطالبة بدولة مدنية ديمقراطية حديثة. النهاردة من المهم أن نستمع إلى آراء سياسي بارز ومفكر زي الدكتور حسام بدراوي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، منورنا. الله يخليك دكتور. قبل ما ادخل للتفاصيل الخاصة بالمشهد الانتخابي، عايزة حضرتك تقول لي هل في حياة سياسية في مصر الآن ولا مفيش حياة سياسية؟ طبعا في حياة سياسية، وأنا لأني بني آدم متفائل، جيناتي متفائلة، وبحب اشوف في كل هو كطبيب في جينات متفائله؟ علميا انا بعرفها تعبير بس تعبير مجازي. لكن انا دايما بشوف في كل محنه فرصه، وبشوف في ديناميكيه الحركه اللي احنا فيها فرص كتير جدا للمجتمع المصري، وعلى غير ما الناس بتتكلم في الوقت الحالي، والناس بتقابلني تقول لي المجلس شكله وحش والإقبال على الانتخابات ضعيف والمرشحين وي وي، ويبتدي الناس ينتقدوا في الشعب نفسه. برجع أقول لهم إحنا ينفعش نحاسب الشعب المصري بالحتة، لأنك أنت هو ده نفس الشعب
اللي عمل ثورة 19 وهو ده نفس الشعب اللي عمل دستور 23 وهو ده نفس الشعب اللي أيد ثورة 52 وهو ده نفس الشعب اللي استوعب هزيمة 67 اللي ما عاشوش في الوقت ده ما يحسوش بيها، وهو ده نفس الشعب اللي أفرز الأول انتصار لمصر في 73، وهو ده نفس الشعب اللي عمل 2011 قبل ما تختطف ثورته منه بعد 2011، وهو ده نفس الشعب اللي عمل 30 يونيو وخلصنا من مما كنا نظن أنه لا يمكن التخلص منه من تطرف فكري وديني ياخد المجتمع في سكة تانية. الشعب المصري عنده وعي جمعي ما هوش محتاج قيادة الحقيقة يعني. فأنا لما بشوفه ما راحش أو راح الانتخابات لازم ما اشتكيش منه، أنا اشتكي من إدارته. لأن إدارته لأنه في نهاية الأمر هو الوعي الجمعي ده اللي بيخليه يعمل ده، وهو الوعي الجمعي اللي ما خلاهوش ينجح أي أحزاب دينية. ما احنا مش واخدين بالنا برضو ان هما حتى القليلين اللي طلعوا عملوا حاجة. فأنا مش عايز أخش على الجانب النقدي فقط اللي أشتكي فيه، لأنك احنا في خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا ده انتخابات واستفتاءات مع عدد مهول يعني ما بيحصلش في الشعوب. استهلكنا الناس والناس مرهقة ومستهلكة وعندها في نفس الوقت قلق وخوف، لكن مش عايزين نبص للجانب السلبي. هو هل وجود برلمان مهم؟ طبعا مهم، حتى لو مش برلمان كويس. وافكرك ان اول برلمان اتعمل ايام الخديوي هو البرلمان اللي جابوا فيه، ما انا كنت بضرب المثل ده يوم الانتخابات، ومع ذلك اللي دخلهم دول هم اللي قادوا بعد كده الحياه، وده طلبوا حاجات ديناميكيه. السلطه التنفيذيه التي لا يوجد لها ميزان امامها للمحاسبه، حتى لو كانت سلطه تنفيذيه كويسه بعد كده تبقى ديكتاتوريه. فوجود البرلمان رئيسي واساسي وحيوي لحمايه السلطه نفسها، بالظبط، لحمايه توازن الدوله. فانا رؤيتي ما زالت ايجابيه. صحيح المرشحين ما هو الناس ما تعرفهمش، وصحيح ان النتائج جايز تكون محبطه لكثير من الناس، وصحيح الاقبال كان ضعيف، لكن البرلمان هيتكون والديناميكيه هتظبط نفسها. يعني هيحصل إصلاح في إطار ديناميكية الحركة بتاعة الحياة السياسية. يعني نظريا لو جاء البرلمان ده عدد قليل من تتوقع أن هم يكونوا كويسين، هل دول ممكن يقودوا تغيير طبعاً داخل البرلمان؟ أي مجتمع في الدنيا اللي بيقودوا 4-5% منه. والناس اللي بس داخل في البرلمان المسألة مختلفة. لا إزاي؟ في مسألة كتل تصويتية، في مسألة صح بس أنت كمان كل البرلمانات في العالم بيخش لها مثلا 20% جداد و80% من السابق. احنا برلمان هيخش فيه 95% جداد ما عندهمش لسه فكره عن العمل البرلماني ولا على الحرفيه البرلمانيه ولا على كيفيه ابداء الراي في 3 دقائق عشان اقول واقع امر، ولا دراسه للمشاريع المتعدده والقوانين والتشريعات اللي امامهم عمل جبار، لان طلع اكتر من 400 قانون في غياب البرلمان ده. فانت عندك عمل كبير جدا. وانا في رايي الناس بتسالني يعني يقولوا لي طيب انت ليه ما نزلتش الانتخابات؟ وانا عمال افكر ازاي افيد بلدي. انا قلت احسن حاجه افيد بلدي بيها هو ان انا اعمل اكاديميه لتدريب البرلمانيين، لان كل الجداد اللي داخلين دولت عايزين تدريب الممارسه البرلمانيه. الممارسه البرلمانيه عشان تبقى فعاله لها قواعد ولها اسس، واحنا للاسف ما عندناش المساعدين البرلمانيين اللي يشتغلوا لاعضاء البرلمان عشان يعدوهم لمقابلة التشريعي. فأنا لما أفكر فيه دلوقتي عشان أفيد الكل، دولة وبرلمانيين وسلطة تنفيذية، هو تكوين كيان يسمح بالتدريب، والتدريب على مستوى عادي، وأجيب البرلمانيين العظام اللي كانوا موجودين أنهم يدوا فيه برامج،
واتصل بالبرلمان الإنجليزي واتصل بالبرلمان الألماني بحيث أن الناس ديناميكية البرلمان تتغير. طب أنا عايزة قبل ما ندخل للبرلمان عشان في كلام كتير جدا حتى في ضوء النتائج، عايزة أرجع لفكرة الحياة السياسية. حياة سياسية يعني في رئيس أو في نظام وفي معارضة. هذه الانتخابات كانت أحد السمات اللي ربما في الأيام الأولى كانت الناس تعتبرها إيجابية، أنه بلا حزب حاكم، بلا كتلة سياسية تمثل أغلبية، وبلا معارضة أيضا. فالناس بتقولك لا، ما هو ده برلمان بلا سياسة بقى، يعني كل اللي انتوا بتقولوه ده. أنا فاكرة أول حوار أجريته مع حضرتك منذ أشهر لما كنت بقول حضرتك الرئيس بلا حزب حاكم، الرئيس لديه ظهير شعبي فقط، فقلت لي طب بس خليكي حذرة وانت متفائلة لأن ده ممكن يبقى ليه تداعيات أخرى على الحياة السياسية. ده صحيح، وما زلت عندي نفس القلق، لأن هو في نهاية الأمر إحنا الدستور الجديد بتاعنا عمل إيه؟ الدستور الجديد بتاعنا قال ان احنا إدارة البلاد مرتبطة بأن يكون هناك حزب له أغلبية برلمانية او مجموعة احزاب تتلاقى لتكوين أغلبية برلمانية، لان الحكومة ورئيس الحكومة هيجي من حزب الأغلبية وراسه براس الرئيس في الحكم، لانه مسؤول عن التنمية وهو يعني راس براس مع رئيس الجمهورية. طيب إذا كنت أنا عارف وحضرتك عارفة وأي سياسي عارف إن إحنا ما عندناش حزب أغلبية، وإن إحنا من سنة 52 إلى النهاردة لم يتكون في مصر حزب يستطيع أن يحصل على الأغلبية إلا الأحزاب المرتبطة برئيس الجمهورية، الحزب الحاكم. لو ما كانش عندنا احزاب اصلا الا الحزب المرتبط بالرئيس. يعني اقصد اقول ثقافه الشعب المصري هي ثقافه رئاسيه، فانا بدل ما اتوافق مع ثقافه الشعب المصري واقول ان النظام الرئاسي ايضا نظام ديمقراطي، وانا مشكلتي او مشكلتنا في مصر عمرها ما كانت سلطات الرئيس، لان هو الناس اللي اشتغلت في الدستور كانت قضيتها الرئيسيه يقللوا من سلطات الرئيس عشان ما يبقاش عندهم فرعون. لكن احنا مشكلتنا ما كانتش سلطات الرئيس، مشكلتنا كانت محاسبه الرئيس ومده تواجده في الحكم. صحيح، يعني انت في نهايه الامر زائد من فكره خلينا نروح لنظام شبه رئاسي شبه برلماني تركيبه. انت مصر دوله ناميه عايزه رئيس قوي، لكنه لازم تكون في اليه لمحاسبته واليه لخروجه من الحكم. فاحنا خوفا من ان احنا ما نعرفش الكلام ده قمنا رايحين لنظام اخر. ما اعتقدش ان اسس التواجد السياسي في مصر تقدر تخلقه دلوقتي. هي دي النوايا الحسنة اللي كان بيتكلم عنها الرئيس، ولا كانت نوايا حسنة في حاجات تانية؟ يعني أصل هنا في منطق لفكرة النوايا الحسنة بالمناسبة. يعني أنا أول مرة أفهم. يعني طبعا مسألة التصريح بتاع الرئيس ده مسألة صعبة الحقيقة، لأن كلام الرئيس عن الدستور وفكرة النوايا الحسنة فتحت الباب على مصراعيه للفريق العظيم اللي خاض المعارك قبل البرلمان تعديل الدستور، فالناس اتلخبطت. يعني انتوا هتعملوا برلمان ولا هتعدلوا الدستور؟ طب خليكم اعملوا انتوا عايزينه واحنا مش رايحين. انا بقول بس ان احنا لازم نفهم ان الحركة بتولد جديد، وان احنا مش معنى ان احنا الشكل السياسي في مصر دلوقتي هو ده ان ده المستمر، لكن وجود المؤسسات في غاية الأهمية. فالوجود مؤسسة البرلمان هيتم من خلالها. مظبوط. طيب فكرة ان الرئيس ملوش حزب حاكم، لكن في نفس الوقت الحياة السياسية من وجهة نظر حتى لما حاجة تسافر برا المراقبين اللي من برا بما فيهم حتى كلام عن الإعلام، هو في المعارضة. يعني أيام مبارك كان في رئيس لكن كان في معارضة، كان في إعلام مؤيد لكن كان في إعلام معارض. بيسألونا هو فين الحياة السياسية اللي فيها فكرة النظام والمعارضة دي؟ معاك حق في ديت، وانا هشرح لك الموقف دلوقتي. الموقف دلوقتي دي لقطة في فيلم، ما هوش الفيلم كله. اللقطة دي كان فيها محنة جبارة مصر كانت فيها. المحنة ديت لها آثار إقليمية حولنا، دول سقطت بتسقط. ودول بتنهار وبتتحلل، عمرك ما تصورتي ان ده ممكن يحصل فيها. في مصر اللي حصل ان احنا قدرنا نحافظ على اعمده وجود الدوله، وما زال الناس
قلقة من الانهيار، فهي بتتوحد على حد أدنى من التوافق. ده مش معناها ان هم ما عندهمش القدرة المعارضة، لانك انت اول ما تبتدي تنفذي خطط تنمية واول ما يقبلك عندك استراتيجيات واضحة ومعلنة، هيبتدي الناس تختلف مع السلطة التنفيذية فيها. الناس النهاردة بتختلف بشكل فردي، واحد يقول انا مش عاجبني ده، واحد يقول ما تعملش المشروعات الكبرى، اعمل مشروعات متوسطه وصغيره، واحد يقول الانفاق هنا مش زايد، السياسه النقديه مش عاجباني. دي كله حاجات عماله كده، هي معارضه لكن هي معارضه غير منظمه، مش كتله وغير متكتله، لان هو قدامه كمان مفيش تكتل سياسي بيقول انا بنتمي الى هذه الفكره. فالناس بتلعب كلها السياسيين على إرضاء الجميع، وعندما تحاول إرضاء الجميع تخسر الجميع. صحيح. الرئيس ملوش حزب سياسي، لكن الرؤساء في الدول الديمقراطية بينتمون إلى فكر سياسي. هو أوباما مش ديمقراطي، هو ميركل مش اللي عندها حزب، هو كل بلد في ارتباط. مش شرط إن المرشح اللي يبقى رئيس وزارة أو رئيس جمهورية يبقى رئيس الحزب، لكنه منتمي فكريا الى حزب. فاحنا في مصر في اللحظه الحاليه، ولو تاخدي بالك ان الاحزاب الحاكمه تاريخيا في مصر التابعه للرئيس تضم من اول الليبرالي الى الاخوان المسلمين، كلهم موجودين. يعني هي عامله زي قطاع كده من المجتمع. ليه؟ لان احنا عايزين نقول احنا بتوع كل حاجه. إن الولاده الجديده للحياه السياسيه ان احنا مش بتوع كل حاجه. إن حتى الرئيس لازم يكون له توجه اقتصادي، توجه اجتماعي، و ده ديمقراطي كده والجمهوري كده. ليه في ده؟ ده انت بتقدر تميز من النظره الاولى ده سياسته ايه وده سياسته ايه بالظبط. وتعالوا نختلف مش في الاهداف، نختلف في وسائل التنفيذ. هديكي معنى. انت بتقولي العدالة الاجتماعية، وأنا شايف في الفقرة السابقة ده تم ذكر العدالة الاجتماعية اللي كانت أساس من 2011. مظبوط؟ طيب حد يطلع يقول لي بقى أصل أنا توجهي في العدالة الاجتماعية ليس زيادة الضرائب وأخذ الأموال من الغني لإعطائها للفقير فقط، لكن العدالة الاجتماعية عندي هي توفير حد أدنى محترم من التعليم للجميع، حد أدنى محترم من الرعاية الصحية، مواصلات عامة تخلي كل واحد يستخدمها باحترام، توفير الدعم النقدي المباشر لغير القادرين حتى يخرجوا من دائرة الفقر. مفهومه للعدالة الاجتماعية ادي المفهوم اهو، وجوه ده تكافؤ للفرص، وان تكافؤ الفرص ده هو اللي يخلق العدالة الاجتماعية مثلا يعني. فلما يقول ده مفهومي يوم يرد عليه حد تاني يقول له لا يا عم، المفهوم ان انا ازود الضرائب تبقى 90% واخد، فالشعب يختار ده ولا ده. بس الحقيقة ده مش موجود. ديناميكية الحياة السياسية لازم تنشئه. يعني أنا النهاردة بتحدى الأحزاب السياسية في برنامجك وبقول لهم أنا بتحداكم أنه تيجوا تتناقشوا في السياسات الخاصة بالتعليم. قول لي أنا مختلف معاك يا دكتور حسام في اللي أنت بتقوله في التعليم، في رؤيتك ووضعك الاستراتيجية وتنفيذها والتحديات اللي أنت بتقولها. لان كلنا بنقول ايه، احنا عايزين تعليم كويس. بس المعركه ما كانتش معركه على البرامج والافكار والتوجهات والسياسات، المعركه كانت الحصول على مقعد. عشان كده انا بقول لك دي لقطه في الفيلم. لا بس في لقطه بقى عايز اقف عندها. يعني سالت ناس يعني متعلمين ومثقفين، ما رحتوش ليه الانتخابات؟ لا لا الحمد لله احنا استقرينا والرئيس موجود وكله تمام. قبل الانتخابات وقلتها على الهوا، سالت طبيب تروح تنتخب مين؟ قال لي الرئيس السيسي. قلت له الرئيس السيسي ايه؟ مفيش الرئيس السيسي دي انتخابات برلمان. قال لي برضه الرئيس السيسي. انا ما اعرفش غير الرئيس السيسي ومطمن لوجود الرئيس السيسي. شوفي ثقافه رئاسيه. قلت ان رئيس الوزراء شريك للرئيس في الحكم وما يقدرش يغيره. لا ده الناس ما راحتش البرلمان خايفه على الرئيس ان البرلمان ينكد عليه ويعوض عمله. لان ثقافته رئاسيه. فاحنا عاملين يعني زي ما يكون واحد بيشتري انت مش قادره، انت حط الهدف اللي الناس حطوا عليه فيه الدستور وكأن الشعب ده مش موجود. زي زمان كده لما كنا بنقول
الشعب بيزيد. حسين بيه صبور كان بيقول من انا كان عايش في 20 مليون والوقت 90 مليون، طب الناس دي هتسكن فين؟ ها الناس اللي في القريه دي هتسكن فين؟ ما بالقطع هتسكن حولها، فبالقطع هياخدوا من الارض الزراعيه. كنت اقول لك لا، الارض الزراعيه محدش ياخد منها، طب الناس هتسكن فين؟ فينتهي البديل بايه؟ بالعشوائيات. فبدل ما تخطط لواقع انت شايفه وتقدر تعمل عليه استراتيجيه مستقبليه، فانت بتغمي عينيك وتقول لا ده مش موجود، فاللي يحصل ايه؟ توجه عشوائي. انا كنت دايما بلوم او يعني اعمل ساركازم لما اروح ازور محافظ من المحافظين، يعني اقول له انا متصور ان حضرتك في محافظتك وراك خريطه، انت عارف حدود محافظتك، وانت عارف عدد سكانها، وانت عارف النمو السكاني، وانت عارف المراحل العمريه، وانت عارف الفقير والغني، وانت عارف عدد القرى، وانت ازاي ما انتش قادر تحسب ببساطة شديدة احتياجاتك من المدارس والوحدات الصحية والطرق والمواصلات لمدة 10 سنين قدام، وتيجي مع الناس بتوعك وتحارب في السلطة المركزية وتقول لهم أنا محتاج الموازنة الفلانية عشان أعمل 1 و2 و3، مش أفاجأ كل سنة إن أنا محتاج 10,000 مدرس وإن أنا ما عنديش رعاية صحية؟ إيه القضية الصعبة وانت تعرف في محافظة ضيقة وحدودها معروفة انك انت عارف ادي قرية وادي المركز وادي المدينة وادي العاصمة، شهر اشتغل عليها اعرف فيها ايه، ما تشتغل وهات ناسك وقول الدولة ادتني 100 جنيه وانا محتاج 300 جنيه هنطلع مننا في ايه؟ هي مش ازمة موارد بس، ازمة ادارة هي كمان، هي القضية الرئيسية هي ازمة ادارة الدولة. ما اقدرش الوم الناس، الشركة بتخسر ما اقدرش الوم العاملين. طيب حد قال لي الهندس الانتخابات دي كان عايزها كده، هي الانتخابات دي انا بقى مش عارفه والله، بس سؤال بريء يعني، كان ليها مهندس ولا كانت كده؟ يعني احنا عرفنا انتخابات قبل كده كان فيها مهندسين والحمد لله يعني دبسوا النظام في الحيطه، احنا بقى دلوقتي قدام مهندس بيهندس ولا مفيش هندسه؟ لا انا اصل النظام لو هندس لما يكون في حزب حاكم هيهندس، افهمها لكن انا اعتقد ان هو نتاج التفاعلات والانفعالات هو اللي عمل الشكل ده، لان هو انا ضد ده وانا ضد دول وانا مع ده وانا عايز دول ما يخشوش وعايز ده يخش، ده دي حقيقة المجتمع المصري في اللحظة الحالية. وانا الناس دي اللي بتتكلم على الانتخابات شوفيهم هم قاعدين في مجلس إدارة عمارة او مجلس اداره كومباوند او مجلس اسم في جامعه او مجلس كليه، كل الناس بتتخانق لانك انت مصر دلوقتي للاسف فيها طاقه سلبيه بتخلي الناس، وحضرتك قاعده بتتكلمي بتقولي كلام انا نصه عاجبني ونصه مش عاجبني او ما ارد عليكي ايه، لا بس فمن بعد ما كان موافقين على كل حاجه احنا معارضين كل حاجه، بس برضو دي لقطه واللقطه هتخلص، اللقطة الفيلم هيكتمل بأفضل مما احنا نراه الآن. طيب انا بسأل حكاية الهندسة لان ممكن ما يكونش حد هندس ده بس برضو ممكن ما يكونش هندس للوضع الافضل، يعني الناس تقول لحضرتك ان يعني الدولة هي فرحانة بنفسها وتقول لك انا وقفت على الحياد، انت وقفت على الحياد زيادة على اللزوم، انت طلعتي برا الملعب خالص وسبتيه كل الناس تلعب فيه زي ما هي عايزة دون ان تكون هناك قواعد معينة. يعني البعض كان بيقول ان رأس النظام ورأس الدولة يتحمل مسؤولية خلق اجواء عامة للممارسة السياسية. ده صحيح، بس برضه هو لاحظي ان رأس الدولة والنظام الحاكم يجيء في لحظة استتاب الامن والاعتبارات اللي موجودة دلوقتي بالنسبة له هي اعتبارات حاكمة، ما هوش مبرر لان احنا ما نبقاش بنخلق جو سياسي ايجابي، لكن كمان انت ما تقدريش تفرضي من فوق على المجتمع جو ايجابي، انت تقدري تعملي انسبيريشن، تعملي الالهام بيه، لكن احنا لازم نشتغل، الاحزاب السياسيه لازم تشتغل. هي الاحزاب بتقول عملوا لنا قانون انتخابات قانون لم يوافق عليه احد، قلنا الكلام ده رئيس الجمهوريه وقلنا رئيس الحكومه وقلنا في الندوه اللي اتعملت حتى في الشروق قلنا كل اتعمل قانون لا يشجع الاحزاب،
تركت ساحة الإعلام مفتوحة لتشويه الجميع دون أن يتدخل أحد. خلي بالك أن حكاية تشويه الجميع وهدم كل شيء هو أيسر الأمور لمن ليس له توجه. يعني أنا لما لو أنا بتكلم معاكي النهاردة في الرعاية الصحية أو في العدالة الاجتماعية أو في التعليم أو في أي حاجة، هتلاقيني بكلمك الكلام اللي هو الإيجابي اللي بيقول أنا بقترح وأنا شايف وأنا درست وده حصل في الحتة الفلانية. لو أنا مش عارف أو ما أقولك إيه اللي بيحصل ده زفت والوزير ده أخطأ ووديكي أمثلة على المأساة اللي احنا عايشينها. أيوة احنا عارفين، لكن ها اديني بقى إيجابياتك يا رجل يا سياسي اللي بتتكلم ورئيس حزب أو مسؤول سياسي أو داخل انتخابات برلمانية أو خلافه، اديني رأيك بقى، قولي انت عاجبك ايه ومش عاجبك ايه. لكن اتفاق الكل على شيء ما بيحصلش في توافق. عارفك لا، القضية الرئيسية ان انا افهم ان الاغلبية اذا وافقت بستين في المية الاربعين في المية عليها ان تحترم رأي الستين في المية. تمام. احنا عندنا الاربعين في المية يفضلوا يكسروا في الستين في المية، وعادة اللي مش عاجبه واللي عايز الهدم سهل والنقد سهل والسلبية سلاح الضعيف، بس في نهاية الامر احنا عايزين طاقة ايجابية تيجي للمجتمع. الطاقة الايجابية تيجي ان احنا واحنا قاعدين النهاردة نتناقش انا وحضرتك، انا بقولك انا متفائل بالرغم من كل مظاهر اللي الناس بتكلمني عليها ويقولك مش عارفين حد والبرلمان هيبقى. انا متفائل ان البرلمان سيتكون، وانا متفائل ان هناك ديناميكية ستحدث سياسية تغير المشهد اللي احنا فيه. ليه؟ لان انا وفي غيري وانا متأكد ان هناك اخرين هيفكروا بشكل ايجابي. طب هنستفيد بقى من الموقف ازاي؟ انا عايز ادرب البرلمانيين. في ناس بتقول احنا هنطرح بقى الافكار السياسية اللي يجب تنفيذها. انا اشتغلت مع مجموعة محترمة جدا في وزارة التخطيط لمدة سنة ونص، دكتورة هالة وهي قاعدة ذكرتها كده، على وضع رؤية لمصر في العشرين سنة الجاية. سنة ونص في مجالي اللي انا يعني تعليم. كنت مسؤول فيه التعليم وفي الدايره الصغيره لاداره كل ده مع وزاره التخطيط. لا في شغل اتعمل محترم جدا كويس قوي. وتقولي لي ايه ده يختلف؟ في ناس، انا حتى في الروم اللي احنا عاملينه لحضرتك في ناس قالت احنا مش نازلين انتخابات عشان احنا رحنا كل اللي فات ده وما حسيناش ان في حاجه بتتغير. انا عايز اقول لك ايه، الناس كتيره بيقولوا لي ده كلاكيت 10 مره اللي انت بتعمله ده. لا، في حاجة جديدة حصلت، ان احنا واحنا بنحط الرؤية المستقبلية هتطلعنا منها الاهداف، وطلعنا من الاهداف مين اللي هينفذها وعدد السنوات والمسؤولية وازاي تتابعيها. يتبقى الحاجة الرئيسية بقى ان رئيس الجمهورية يتبنى هذه الرؤية ويطلع للناس يقول في خلال ال 15 سنة جايين انا مسؤول فيهم على سنتين في حكمي، سنتين في حكمي واربع سنين تالية لو انتخبتوني ان انا اعمل الحاجة الفلانية. بس مفيش وزارة هتيجي هتخرج عن مسار اللي الشعب اتفق عليه، لدرجة ان انا اقترحت ان نطرحها في استفتاء عام او مجلس الشعب يتبناها ويصدر بيها قرار. مش هو المفروض الرئيس بعد انعقاد البرلمان بيلقي بيان امام هذا البرلمان؟ مزبوط. الناس بتقول ان عنده فرصه كبيره. صح. لطرح رؤيته الحقيقيه. صح. اللي من غير ما يبقى الكلام ده يزعل حد مش واضحه لناس كتير. اللي انا عايز اقوله بقى هو جايز ما يرقصش حزب الرئيس، لكن ممكن يكون في حزب بياخد الكلام ده ويقول دي سياستي. يوم الرئيس يقول انا متفق مع سياسه الحزب ده، لانك انت في المرحله اللي وراها الانتخابات الجايه لازم الرئيس يكون منتمي لتوجه سياسي في البرلمان، في الترشح للبرلمان في الدستور يعني. أيوة. في شروط تتعلق بترشح اي شخصيه للانتخابات. فانت المرحله الجايه، لان زي ما قلت لك دي اللقطه، بغض النظر الرئيس هو رئيس حزب او ما هوش رئيسه، لكن ممكن يكون منتمي لحزب او منتمي لتوجه فكري بيعلنه. والتوجه ده ناس متفق عليه. فلو قال انا مثلا مع الاقتصاد الحر، وانا مع الاقتصاد الحر مش لاني بحب الاقتصاد الحر، انا بحب الاقتصاد الحر لاني هخلق وظائف، انا مع خلق وظائف جديده،
طريقي النهارده لخلق وظائف هو الاقتصاد الحر، جايز طريق يتغير بكره او بعد 20 سنه، لكن النهارده في العالم كله اللي بيخلق الوظائف ان الاستثمار يكبر. واحنا دستورنا الاقتصاد الحر المنضبط، يعني في جمله واضحه في في الدستور. عايزه بس اسال من النتائج وقراءه النتائج، على ما يبدو ان الحزب الوطني كتنظيم مش موجود، مزبوط. لكن اعضاء الحزب الوطني موجودين، مظبوط، وناس كتيره جدا قالت طب واحنا هنروح الانتخابات ليه، ما هم دول هم دول، ده حتى اللي ما كانش بينزل باسمه كان بينزل ابن اخته ابن خالته ابنه ابن عمته، في النهايه نفس الشخصيات او الكيانات او العائلات. يمكن ده الانطباع ده عننا عشان موضوع الصعيد، يمكن المرحله الاولى ماشيه كده، لكن البعض بيرى مفيش تنظيم لكن في اعضاء الحزب الوطني. هو اعضاء الحزب دول مصريين زي ما انا قلت لك، الحزب الوطني كان بيضم كل الفئات. وبعدين ده واقع، ما انت الانتخابات دي خلقت واقع سياسي جديد بيعبر عن رأي اللي راحوا، علينا ان نحترم ذلك. بس ما حدش مقتنع ان الحزب الوطني ده كان يضم الجميع. لا ازاي بقى؟ الناس حاسه ان الحزب الوطني ده كان الصفوه اللي بيختارهم الحزب، وحتى في الانتخابات وانا دايما اقول المقوله دي، الناس اللي كانت بتنزل على قوائم الحزب في الصعيد لم يكن يعني هم ما كانش هما اللي بيسعوا الحزب، لا ده الحزب اللي كان بيسعى ليه لانهم جاي. ومع كامل الاحترام لكافه الاحزاب، الاحزاب اللي واخده مقاعد دي واخدها باعضاء في الحزب الوطني، وكلهم عشان ما حدش يزعل، وفد المصريين احرار ومستقبل الوطن، كل ده واخد باعضاء. انا هقول لحضرتك حاجه لطيفه، هو الحزب الوطني في اخر انتخابات 2005 يعني ماليش دعوه 2010 نسبه النجاح كانت 30% 33%، وبعد كده المستقلين، وبعدين المستقلين انضموا اليه، واللي قبليها كانت كام؟ 30%، وبعدين المستقلين بينضموا، وبعدين انا ما بلومش اللي بينضم، لان عضو البرلمان اللي عايز يخدم دايرته ثقافته بتقول عشان اخدم الدايره عايز علاقتي تبقى بالمحافظ كويسه وبمدير الامن كويسه ومدير التعليم كويسه ومش عارف ايه، فكله بيروح تجاه السلطه التنفيذيه، لان السلطه التنفيذيه في مصر هي اقوى سلطه في المجتمع. بس الناس بتسال يا دكتور يجوا تاني ليه؟ ما الذي شهدته الحياة في مصر من أدائهم أو عملهم أو فكرهم عشان يجوا تاني؟ طب واللي ما هماش في حزب وطني جايين ليه؟ عشان يقدموا رؤيتهم، الناس انتخبتهم، الناس تجربهم، البعض بيرى أن الحزب الوطني خد فرصته أو أعضاء الحزب الوطني خدوا فرصته. مش الناس بتختارهم؟ ولا احنا عايزين نحط يعني خط كده مربع نقول الثلاثة مليون دول لأ، والإخوان لأ، والسلفيين لأ، واللي عارض ثورة يناير لأ، والأقباط لأ، والستات لأ، ها والباقي بقى نعمل منه الدولة؟ لا ما ينفعش الكلام ده. الحرية مش كده، الحرية انك انت بتعرضي نفسك والناس هي بتنتخبك ما بتنتخبكيش، واللي ما راحش هو قال انا موافق على دول، اوعى تفتكروا ان اللي ما راحش ده سلبي، لا هو ايجابي بطريقة اخرى، لان هو ساب الناس تنتخب ده. ما تروح تقول لرأيك يا اخي، هو ما كانش عاجبه ما تروح قول، روح باب صوتك، روح قول رأي تاني، روح اختار غيره. الدكتور عمرو شوقي في حوار لي مع زميلة لميس الحديدي قال رأي، قال لو كان استمر الحزب الوطني بقيادة الدكتور حسام بدراوي ربما وجود الحزب الوطني كان قد انعش الحياة السياسية في مصر. ما هو اصل انت الاحزاب اللي تاخد كراسي هي ايه؟ فكر وتنظيم وتمويل، هي ثلاث حاجات. اللي ما عندوش تنظيم وتمويل وبناء والله واضح. يا دكتور هي ماشيه بالتنظيم والتمويل، الفكره دي خليها على جنب شويه، هو الراجل بحسن نيه ظن ان وجودي يعني يضع الاطار الفكري للتنظيم وللتمويل، ويجعل هذا التنظيم قائم حتى لو كان هو حزب المعارضه او حزب لا أقل. هو بتهالي هو عملي يعني، او من يفكر بهذه المساله، اذا كان الاعضاء هيبقوا موجودين، طب ما تعمل اطار بقى للحزب ده زي ما حضرتك تفضلت، اطار فكري على الاقل هتبقى فيه كتله منظمه انت عارفها، بدل ما هي قاعده تتوزع على بقيه الاحزاب. وفي النهايه ما انا مش شايفه يعني، انا مش عايزه ازعل حد، بس انا يعني لما المصريين الاحرار يعيد في جوله الاعاده 65 مقعد ما فيهمش حد من مؤسسي هذا الحزب، يبقى فين الحزب بقى؟ ما هو فكره الحزب هنا مش موجوده عندي، انا عندي فكره اعضاء مش فكره حزب. صحيح. انا معاكي حق، حتى التكتلات اللي دخلت القوائم اعضائها من جوه ما يمثلوش فكر واحد. وانا متصور ان لما يخشوا البرلمان مش هيبقوا بيقعدوا مع بعض. الكلمه دي بتغيظني لما يقولوا لي تكتل انتخابي وليس سياسي.
صدقيني ده اسمه تكتل مصلحة يعني مش صدقيني انتخل. صدقيني دي لقطة في الفيلم ال 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 الجانب اللي هيضم الناس في إطار فكري جاي جاي. بتفكر في تأسيس حزب؟ أنا عندي أنا أسست التالت حزب بعد الثورة اسمه حزب الاتحاد. وكان مؤسسينه 100,000 واحد في وقت كان صعب جدا. كان صعب وكان ليه عدد من النواب في البرلمان السابق، بس كان هدفنا الوجود داخل البرلمان مش 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 الحكم. وأنا رأيت إن في هذه الانتخابات ما هياش اللحظة المناسبة لأن الحزب يكون له تواجد في البرلمان ده، لأن أنا من وجهة نظري زي ما قلت دي لقطة ولسه ديناميكية الحركة هتغير الأمور. استنوا هتكتشفوا الأفضل بعد شوية. وبعدين زي ما قلت لحضرتك أنا بفكر في أكاديمية للتدريب العمل البرلماني الممثلين البرلمانيين، بفكر في سينك تانك سياسي لأن برضو مراكز تفكير سياسية اللي عندنا كثير من الاقتصادي والاجتماعي لكن السياسي غائب. وأنا مجتهد أنا والناس معايا في الحزب في قضايا الاجتماعية من خلال جمعية تكاتف ومن مؤسسة البدراوي للتنمية للتعليم والتنمية ومشروع التعليم أولا. لا أنا بفكر في فكرة حزب لأن ربما يعني للإنصاف والموضوعية بغض النظر عن الأحكام المطلقة على جميع من كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني، لكن من كانوا يمثلون ما يسمى بالتيار الإصلاحي اللي ربما ما يعجبش حد الكلام ده يعني، بس التيار الإصلاحي داخل هذا الحزب لم يختبر. صح. يعني ربما فكرة تأسيس حزب نختبر بقى وعلى أرضية مختلفة. صحيح. كل حاجة لها وقتها. ما أنا ما طلعتش بإجابة، دي مش إجابة دكتور. لا إزاي؟ إجابة. إجابة إزاي؟ أعطيك الوقت ده. ده وقت لسه الدنيا بتغلي واللقطة الجاية فيها ديناميكية أفضل وأرسخ وتوجهات سياسية معروفة. وأنا في تصوري أن الرئيس نفسه هيبقى مهتم جدا بأن هو ينتمي فكريا لتوجه سياسي في المرحلة الجاية، هيختار ان هو يعني ضروري فكر معين ما ينفعش يبقى هو لوحده. دكتور في التركيبة الحالية للنتائج النهاردة في البرلمان تركيبة مفاجأة لحضرتك؟ الحاجة المفاجأة الوحيدة هو الإسقاط السلفيين في كل حتة. ده فاجئني. فاجئ حضرتك؟ لان انا كنت متصور ان هم هياخدوا من 5-10%. ده كان تقديري حدسي السياسي اللي مش مبني على حاجه يعني. لكن ده كان تقديري ان هم هياخدوا نسبه من الكراسي. انا فوجئت ان هم حتى في الاماكن اللي هم اقوياء فيها زي البحيره وزي اسكندريه ان هم ما كسبوش. من هم اللاعبون الرئيسيون في الانتخابات البرلمانيه الان؟ اللاعب الرئيسي هو القادر على التمويل. ده اللاعب الرئيسي للأسف. اللاعب التالي هي التجمعات الأسرية والتقليدية في المجتمع المصري. اللاعب الثالث والأعلى صوتا وظهورا في التلفزيون. هم الثلاثة بالضبط اللي جم يعني بالترتيب كده. التمويل والتجمعات الاسريه ثم الاعلام. ومش اي كمان اعلام. الاعلام الاجريسيف، الاعلام لغته اعلى. دكتور بالدستور وقبل ما يتكون البرلمان كنا بنقول ان الحكومه اللي جايه غالبا مش هيبقى فيه ائتلاف قوي داخل البرلمان ده يعمل حكومة ويجيب رئيس حكومة. المؤشرات بتقول لا على الأرض أن ممكن ده يكون وارد. هيعتمد على التركيبة داخل البرلمان ودرجة نضج عدد من البرلمانيين داخلها. ليه؟ لأن هو لو في هذا النضج أو في بعض الناس اللي عندهم الخبرة قد يستطيعوا تجميع البرلمانيين أو الكتل في توجهات تسمح بتكوين حكومة. هي معتمدة فعلا على ذلك. اتنين، عيني على
عقل وأطراف والبرلمان. عقل وأطراف البرلمان هما رؤساء لجانه ورئيسه ولجنته العامة، لأن دي بقى اللي تظبط التون بتاع البرلمان يعني. ودي بقى اللي اتشكت لها ايه بقى؟ رؤساء اللجان في البرلمان في غاية الأهمية. احنا عارفينه؟ لا احنا مش عارفينه. انا مش عارفه بجد؟ لا، لأن انا ما ببص في القواعد اللي قدامي قد لا أرى من يصلح رؤساء اللجان بشكل واضح. ما احنا ما قلناش يصلح. احنا قلنا ان احنا امام ديمقراطية أقلية، هم دول اللي جم وبالتالي هم دول اللي هنختار منهم. انت لسه عندك نص البرلمان ما جاش. لكن انت في نهاية الأمر لو انا في موقع سلطة دلوقتي، زي ما ابص على الناس دي افضل احلل مين فيهم يصلح رؤساء اللجان عشان رئيس الدولة موجودة في التركيبة دي. الرئيس اللجنة ورئيس البرلمان يسمح بالمعارضة لكنه لا يسمح بتكسير قواعد بناء الدولة. خلي بالك ان دي حتة في حتة جراي كده. لان انا ايوه لازم يكون في رأي مخالف للحكومة، لكن ما تعداش فيه الى ان انا اخش في الفوضى مرة اخرى ان احنا لا نتحملها. سؤالك كان بيقول الدولة موجودة؟ الدولة موجودة، اعتقد انها موجودة. لان هي الاجهزة انا بسأل الدولة موجودة في الناجحين. اعتقد ان اجهزة كتيرة اشتغلت مع كتير من اللي دخلوا البرلمان. وانا بقى احذر من حاجة مهمة جدا. اينشتاين قال لا تستطيع تغيير وضع ما بنفس الافكار التي خلقت المشكلة في بدء الامر. وانا بقول ان ما ينفعش نعيد تدخلات من الدولة في صناعة كل النظام بنفس الطريقة اللي كانت بتحصل زمان، وإلا سنصل إلى نفس النتيجة. ساعات لما يحصل القلق تقوم الأمور كلها تتجه إلى الأجهزة الأمنية والرقابية، وتلاقي الأجهزة الأمنية والرقابية واخدة الدور الأعظم في التركيبة السياسية. هذا الوضع رأيته من قبل ورأيت نتائجه من قبل. الأجهزة الأمنية مهمة جدا ودورها جبار في اللحظة اللي احنا فيها، ومن غيرهم ومن غير القوات المسلحة كانت البلد انهارت. لكني أحذر أن التعامل مع أجهزة الأمن دايما بيؤدي إلى شيء شفته وعاركته. وأنا أستاذ في الجامعة مع أحفاد الفراعنة كأسرة، وأنا سياسي في البرلمان، بعد شوية يشوفك يا معايا يا ضدي، يشوفها أبيض وأسود. مع أن الحياة السياسية فيها رمادي، لأن أنا مع الدولة في 70% ومعترض على 30%. بس على أرضية وطنية واحدة. لو أنت اعتبرت أن معارضتي في 30% تجعلني في كامب الأعداء، فإحنا كده بنعمل تطرف في المعارضة. لأن في لحظة ما أنت بتفقد المؤيدين لك. المؤيد لك، أنا مؤيدك في ده وفي ده وفي ده، لكن أنا مختلف معاك في ده. ما ينفعش أول ما أقول أنا مختلف معاك في ده أتحط في معسكر الأعداء. لأن أنا مش عدو. الحسبة دي مهمة قوي يا دكتور. أنا بأحذر منها. وبأرجو أن الناس لما تفكر بالمنطق ده. لا يمكن أن نعيد شيء ونتوقع نتائج مختلفة. واضحة جدا. الدولة هتسيب المال يدخل كده البرلمان ويسيطر ويتوغل ويطمح ويفكر؟ مرة أخرى أنت بتعملي نفس الحاجة. سلطة المال ستظل سلطة موجودة في الحياة، ما تقدريش تنكريها. وسلطة المال في السياسة موجودة في كل حتة في العالم. لكن سلطة المال في العالم الغربي الديمقراطي أصبحت مؤسسات داعمة لعمل ما. والمؤسسات الداعمة للحكومة في أمريكا ما هي كلها مؤسسات مالية كبيرة.
لكن عندما تكون سلطة المال فردية وغير مرئية هو ده الخطر. وأنا بقول كلامي وأنا بحسبه بالورقة والقلم والمسطرة، لأن اللحظة التي يغيب فيها الفكر والتوجهات التكتلية الحزبية ذات الفكر يصبح التأثير على الناخب في الاختيار بالفلوس، ويصبح التأثير على النائب في إبداء الرأي بالفلوس، وده ينقل الأمور إلى واقع أنا مش عايزه. عيني تبقى على ده من غير ما أقول، من غير أعمل الديناميكية التي تمنعه وتستفيد منه، لأنه هو واقع حياة بيظهر قوي لأن هناك غياب للتكتلات السياسية ذات الفكر، فهيظهر قوي وقد يظهر في البرلمان الجاي، عينينا عليه. أنا كنت في إطار حزبي وكنت معترض اعتراض واضح ومتكرر على الكونفليكت اوف انترست، على تضارب المصالح، زواج المال والسلطة. لما عدد من الوزراء جم في الوزارة وهم يمثلون نفس الصناعة، انا مش ضد ان الناس تخش وزاره وهي مصلحه، لكن ما ينفعش ان انا بقى انا صاحب المستشفى وانا وزير الصحه، انا وكيل شيء وابقى انا وزير الحاجه بتاعتي. ما هو بيتقال يعني طب وانتوا عشان تجربه الحزب الوطني اللي كان فيها الفشل ده تحكموا على كل التجارب؟ لعلمك ما كانش فيها فشل اقتصادي. لا كان فيها تضارب في المصالح. هي تضارب في المصالح والتضارب في المصالح على فكره، كان فيها تضارب مصالح وحاجه ثانيه يا دكتور بعد اذن حضرتك. كان فيها برضو العمل لصالح فئة معينة. لا خليني بقى أوضح النقطة دي برضو، أنا هنا ماشي على حبل. الأشخاص اللي أنا شفتهم تولوا مناصب وزارية وفيها تضارب من مصالح قد يكونوا من أفضل الناس اللي أداروا هذه المصالح، لكن يظل البرسبشن، يظل الانطباع حقيقة حتى لو لم يكن لها برهان. أنت لما تحطي الحاجة وتشككي الناس فيها انت المسؤولة سياسيا عن ذلك، بغض النظر عن كفاءة الشخص، انت جايز تظلميه لان هو جايز يكون كفء، لكن ما يتحطش في الحتة دي، يتحط في حتة تانية. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان 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 ال 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 التأثير المادي على الترشيح وعلى الانتخاب ثم على إبداء الرأي سيظل له وجود في ظل غياب المؤسسات السياسية الحاكمة. ما انت ممكن يكون عندي حزب ناس بتموله من داخله، ما هو ده تأثير مادي يجعل الحزب أقوى لأنه هو فيه فلوس. هياخد إيه مقابل التمويل؟ اللي بياخد مقابل التمويل يا بتاخد مصلحة بالزبط. يا بياخد سلطة بالزبط. يا 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 في ناس بتعمل عمل عام بصحيح. خلي بالك ان في ناس محترمه بصحيح. لا بس انا بتكلم وانا برضو ماشي على هذا الخيط الرفيع، وانا بتكلم في نماذج جايه في دماغي، في نماذج كانت تمول، انا كانت هناك مصلحه تستفيد منها. كان عندنا مجموعه اقتصاديه عملت نسبه نمو في عهد نظيف 7% وعملت كارثه في العداله الاجتماعيه، لانها عملت نمو كويس قوي، ما كانش فيه توزيع عادل، أنا وكانوا بيبصوا لناس معينه وهم دول حاسين بيهم. انا بقى معاكي في ايه؟ في ان انا اخد الجيد من التجربه واتجنب السيء منها. ما عنديش ضمانات. عشان كده الضمانات يجب ان توضع بالقطع. صح كلامك. ايه دور الدوله؟ هو ده دور الدوله. دور الدوله ليس منافسا للقطاع الخاص. دور الدوله المشكلة اللي فيه، اللي كانت فيه وما زالت فيه، هو عدم التفرقة ما بين الريجوليتور المنظم والكنترولر المتحكم. ذلك ازاي؟ انا كريجوليتور بضع القواعد وراقب تنفيذها اقوى جدا من المتحكم فيكي، وبقول لك اعملي ايه وما تعمليش ايه. واخده بالك؟ فانت مش هتقدري تمنعي هذا القطاع من المجتمع الذي يملك الثروة ان يكون شريك، لكن يجب أن تضع القواعد الواضحة الشفافة في كيفية شراكته. تمام. ونمرة اتنين، لما يكون عندك رؤية حقيقية للأمور التي تهم المواطن غير القادر والفقير وبتقولي آدي رؤيتي اهي،
حتى لو دخل فيها ده ما يقدرش يخرج عن هذه الرؤية. الكلام كله بيظهر ويكبر امتى؟ عندما يضيع النموذج الأكبر اللي احنا كلنا داخليه. انت جواه ترس في عملية شغالة، بس ما هو ما تبقاش انت الترس الوحيد. ماشي، بس هعمل ايه؟ الواقع كان بيقول ان حصل دول دخلوا بالمصالح دي وكان في سلطة، والسلطة وبدأت تتخلق مصالح متبادلة. صح، واحد بيمول الحزب هيعمل ايه؟ صح، هيسيطر على الحزب يعني. صح، دي المسألة بسيطة مش جدا، مش هيتعمل له قوانين تحق ان هو لا بتحطي قواعد ان في حد اعلى وحد وفي للتمويل وما حدش يقدر يدفع اكتر من كذا مقابل ايه. هي المشكله مش هو كان بيدفع كام، اللي دفعه وخد مقابله كتير قوي. هنقل من النقطه دي. حضرتك قلت لي تفاجأت بحصول النور او خساره النور الى هذا الحد. ايوه. ايه رايك في مستقبل وطن، حزب مستقبل وطن؟ ما تفاجأتش بهذا الحزب داخل البرلمان؟ لا لا، لاني عارفهم وما قعدوا معايا قبل الانتخابات. لا يعني وعارف مش على المعرفة، وعارف ان هم مجموعة شباب عندها امل ومتواجدة وعندهم تمويل جيد من بعض الناس اللي رجال اعمال من رجال اعمال. ف ده ما تفاجأتش ان هم خدوا بقوا نمرة 2 بعد المصريين الاحرار. معقولة؟ ازاي؟ ما تفاجأتش، لان هم يعني عندهم التنظيم. لما بصيت لقيت عندهم التنظيم اللي يسمح لهم بالتواجد. خلي بالك، ألف بيه انتخابات. أنا عشان يبقى يعني الوفد ما كانش عنده التنظيم ده بكل هذا التاريخ العريق. ما الوفد ده قصة محزنة بالنسبة لي للناس كلها. خلي بالك، عشان تاخدي كرسي لازم ترشح 4 لـ5. فاللي عنده قدرة انه يرشح 4 لـ5 أشخاص ياخد منهم كرسي. فلو عايزه 30 كرسي هترشحي 150 واحد. كويس. وعشان تخشي الانتخابات بألف ب لازم يكون لك تنظيم لوجود الناس دي. مستقبل وطن اعتقد ان هم قريبين من ان هم يبقى عندهم اطار فكري. انا وغيري مستعدين نتكلم معاهم، نديلهم اطر فكريه يختاروا منها، لان ما حدش يتحكم فيهم. يعني لما ينزل بس انا ما فوجئتش بانهم ما خدوا عدد من الكراسي، واتمنى انهم ياخدوا اكتر. لما اشوف انفوجرافيك الصبح كده في احد المواقع، نجيب ساويرس على اليمين ومستقبل الوطن على الشمال. دي مش متهندسه، صدفه؟ لا ما اعرفش صدفه ولا لا، لكن هي هو نتاج شغل معمول قبل كده. هي كده مظبوطه؟ لا، وجهة نظري ما اقدرش اقول لك مظبوط ولا لا، ما اسمحش لنفسي ان انا احكم على I'm not judging. لا انا بحكم، انا مش بحكم على حصل. لا انا بحكم مظبوطه سياسيا. انت بتعمل معادله سياسيه؟ ما اعرفش لسه، لما اشوف بقيه الانتخابات. طيب هروح للملف اللي دايما بنتكلم فيه ولازم نفضل نتكلم فيه، لان احنا لسه ما قلناش فيه اي كلام تاني. كنت طول الوقت لما بقابل حضرتك اسالك تطوير التعليم الى اين. الحقيقه بقى السؤال المره دي انهيار التعليم الى متى. يعني بجد، يعني ما عنديش حل تاني غير ان انا اقولها كده. انهيار التعليم الى متى؟ ما فيش اي حاجة بتقول. يعني انا بسمع كلام عجيب، 10 درجات السلوك ومش عارفة ايه. يطلع رئيس الحكومة السابق ويقولك سنمنع الدروس الخصوصية، وانا الحقيقة مش فاهمة انتوا هتمنعوا، وانتوا اللي بتدوا ولا انتوا اللي بتدفعوا؟ لا انتوا مش طرف في المسألة، لا انت بتدي ولا انت بتدفع، يعني هتمنعها بأمارة ايه؟ انا مش فاهمة. ناس اتصلت بيا يا دكتور وهي تبكي ان الفصل اتفاجئوا لما دخلوا لقوا 70 طالب والمدرس زعل وخرج من الفصل، قال مش هشرح، هيشرح ل70 ازاي؟ احنا كارثه. والاقي بقى كلام هناخد المعلمين ومش عارفه نعمل فيهم ايه كنوال لتطوير التعليم، وتبص على التعليم الابتدائي بتاعنا، احنا اخر دوله في التعليم الابتدائي في التصنيف. اول كمان قولي كفايه كده اصل حاسه ان انا جيت على الجرح يعني. هو انت جيتي على الجرح فعلا. يعني انا الحقيقه لسه مش شايف اولويه التعليم مترجمه ترجمه واضحه، لا في الاختيارات ولا في الظهور بطريق واضح، استراتيجيه واضحه بتقول انا متجه في النهايه الى ايه، ولا في البدايه. والله يا دكتور حسين يعني انا مش هزعل، يمكن انا انا انا
مش هتعب ولا أمل من إن أنا أتكلم على موضوع التعليم، لأني أنا شايف إن لا أمل في مصر إلا بالتعليم، وكل التحديات اللي بنقابلها سببها التعليم، وكل التطرف اللي بنشوفه أحيانا في المجتمع سببه التعليم، والمسائل مش صعبة، وكل الخلل اللي موجود في السوق سببه التعليم. وكل أزمة البطالة سببها التعليم. ده صحيح. وأنا كنت بكلمك على المحافظين، أنا بكلمك بقى على التعليم. هي مشاكله معروفة، هو احنا محددين والدولة عارفة ايه اللي احنا يجب ان نتخطاه؟ هو هل في سياسات وضعت للتعليم وتظل بنكررها مرة اخرى شايفة نهاية الخط؟ في دول تانية اذا كانت زينا وبقت كويسة؟ امال ايه؟ بالظبط. يعني الناس بتسألني وانا كمان اصبحت بكسف اقول للناس ايه. ايوه كل حاجه معروفه، وايوه حاجه كل حاجه ممكنه، وايوه كل تحدي ممكن تخطيه، وايوه انت ممكن تشركي المجتمع في السياسه بتاعتك في التعليم عشان تصلي الى نهايه المطاف. ايوه ده كله معروف، لكن الدوله بتاخد خطوه لقدام وخطوه لورا وبتشتغل بيس ميل. ايه الخطوات اللي خدوها لقدام؟ يعني مثلا لما قلنا هنعمل هيئة ضمان الجودة والاعتماد علشان المدارس والجامعات تلتزم بمعايير جودة، والمدرسة اللي بتلتزم بيها نعلنها، وده معناها ان مديرها ومدرسيها والمدرسة قادرة على ذلك، قامت الدولة محودة هيئة ضمان الجودة وخلتها تابعة لرئيس الوزراء، وحطت فيها أسوأ ناس يديروها بحيث انها فقدت معناها. ولما قلنا هنعمل اكاديميه للمعلم عشان المعلم يبقى له كادر زي عضو هيئه التدريس، ده مشروع ممتاز متاخد برضو من دول اخرى، لكن لما الدوله جت تعمله قامت حطت فيه الاسس التي لا تجعله يحقق النتيجه، بل بالعكس عملت جابت برضو فيه ناس غير مؤهلين، وبعدين خرجت عن نطاق رؤيته وعلى نطاق استراتيجيته، انها بقت هي الحته الوحيده اللي بتدرب، وهي الحته الوحيده اللي تعمل، وهي الحته الوحيده. الله، هي دي كانت حاجات غلط؟ لا، هي لما الدوله عملت مؤسسه للامتحانات ومؤسسه للتقويم كانت غلط؟ لا، كانت صح، لكن في نهايه الامر التطبيق بتاعها دائما يعود بنا الى نقطه. وما عملت السفر. مؤسسه ولجان لتطوير التعليم كان ايه اللي حصل؟ ان احنا الكتاب بدل ما يبقى مثلا 20 شابتر شلنا منه المناهج ده جزء صغير لعلمك. ما حاجة انا بكمل بس المنظومه اللي حضرتك بتتكلم فيها. لا يرتفع التعليم في امه ما فوق مستوى مدرسيها. سقفك هو المدرس. انت تقدري تعملي مدرسه من غير سور، لكن ما تقدرش تعملي مدرسه من غير مدرس. هي فين المدرسه؟ لا يعني ما تعمميش. لا انا عايز اعرف. انا هقول حاجه يعني مثلا. لا انا هقول لحضرتك حاجه بس يا دكتور، في التعليم الحكومي وفي التعليم الخاص، والله انا بكلم حضرتك في واقع، مفيش. لا في دروس خصوصيه في الاثنين يا دكتور حسام. في دروس خصوصيه بس انا عايز اقول لك ده معناه ان في تعليم في المدارس. انا شريك في مشروع اسمه التعليم اولا. وعملتوا نماذج لمدارس. لا التعليم اولا ده بيشتغل على المدارس 741 مدرسه في مصر. دي مدارس كويسه فيهاش دروس. انا جاي لك للدروس بقى. فيها كم طالب في المدرسه في الفصل؟ المتوسط المدارس التجريبية المتوسط 40. ده ما يمنعش ان في مدارس فيها 70 و100. انا اشتغلت في مدارس في الضرب الاحمر وفي السويس، انا كجمعيه واسست مدارس في هذه الاماكن واعطيتها للدوله، لكن بعد ما تاخدها الدوله بتعود بيها الى مره اخرى الى سكوير زيرو. عايز اقول لك مشكله التعليم في مصر هي مشكله اداره. صدقيني ان كل حاجه ممكن تحصل فيه صح، والنموذج العالمي موجود، والمؤسسات العالميه اللي عايزه تساعدنا موجوده، والرؤيه واضحه،
أمال إيه طيب؟ الدولة تدير هذا المشروع بتديره خطأ. دكتور عايزة بس عشان احنا كلنا تعلمنا في مدارس. أيوة. يعني ما تعلمناش في دروس الخصوصية. جاي لك على الدروس الخصوصية. على فكرة حتى المدارس الأجنبية في مصر دلوقتي الأهالي بتدفع أولادها للدروس الخصوصية. مش بتدفع. لا. مش بتدفع. أنا بقول لك حتى المدارس كويسة. وأنا بقول لك أنا عارف أنا بقول إيه. لأن أنت الدروس الخصوصية ما أصبحتش مشكلة تعليم، هي أصبحت مشكلة ثقافية مجتمعية. وأنا بفكر في حلول جذرية غير تقليدية خارج الصندوق، لأن هو الدروس الخصوصية في نهاية الأمر هدفها الحصول على الرقم وعلى النجاح والانتقال إلى السنة الجاية، يا ريت هدفها رفع المستوى التعليمي. هو ده معايير النجاح. أنا بعمل امتحان لازم الطالب فيه يجيب درجة معينة عشان ينجح. عظيم يا دكتور. ده احنا عندنا طلبة في اللغة العربية في تانية ابتدائي يا دكتور. يبقى أنت تانية ابتدائي. شوفي أنت قلتي مامته قالت له يعني هو مش عارف يقرا الخيارات في قالت له صورها دي لما تلاقيها حط دي عشان ينجح. أنت قلتي حاجة دلوقتي حكيمة جدا. ها؟ الامتحان. مشكلة الدروس الخصوصية يجب التوجه إليها من الامتحان بأساليب غير تقليدية. الأسلوب غير التقليدي هو أن الدرس ما يبقاش السبب في نجاح الطالب من مرحلة إلى مرحلة، وقد يكون تغيير نظام التقويم أحد المداخل اللي تقنع الأسرة أنها ما تديش درس خصوصي. لكن الدرس الخصوصي هو عرض للمرض. مظبوط. المرض غياب التعليم في المدرسة. غياب التعليم في المدرسة بس. اللحظة اللي انت هتلاقي فيها الأسرة الفقيرة والمتوسطة هي الأسرة عايزة تتحمل عبء يا دكتور. عايزة تتحمل 30% من دخلها في التعليم. يعني بالتأكيد مش عايزة. بس فين التعليم اللي في المدارس؟ يبقى إذن مشكلة الدروس الخصوصية أنا ما بحلش مشكلة الدروس الخصوصية، أنا خلينا مشكلة التعليم. مظبوط. المدارس بقى أنا يعني لما يجي وزير التربية والتعليم وياخد قرار ويقول 10 درجات على الغياب والحضور أنا هنا بعاقب اللي ما حضرش. طب أنا ما سألتش نفسي ما الحافز للطالب عشان يروح المدرسة؟ حد يقول لي هل المدرسة هي البيئة المناسبة اللي تخلي الناس بتشرح في المدرسة؟ معك عدد الطلاب كافي في المدرسة؟ بس لما قعدت قبل كده مع وزير تعليم سابق وكنا بنتكلم عن أزمة الصيانة بتاعت المدارس وحاجات كده، فقال لي انت عارفه انا المفروض عامل صيانه مثلا 49,000 مدرسه، انت عارفه الموازنه بتاعت الدوله عطاني كام من الكلام ده؟ ما يجيش 20% منها. فاحنا قاعدين في اجتماع مجلس الوزراء قلت للمهندس ابراهيم دحلب حضرتك كنت في المقاولين العرب وليك يعني ادعي شركات القطاع الخاص اللي بتشتغل في التشييد والبناء قول لهم تعالوا ساهموا معانا كمبادره منكم لصيانه هذه المدارس. ومشيت المبادره مش ما مشيتش، لكن المشكله ان احنا واقفين مش عايزين نقطع. ايوه هي المشكله كبيره وخلاص. صح. انا ما لهاش حل. صح. فانا واقفه. اي مشكله كبيره في الدنيا سيبك انها التعليم عشان تقتحميها تقسميها الى مشاكل صغيره وتحليها بس برؤيه. الحلول دي الاخر بتتلم في هاي واي. وانت عشان تحلي مشكله التعليم بس هقولك انت بتفتح في كل حاجه. طب اعمل ايه؟ لا لا هصلح التعليم الابتدائي ولا ما الاساسي ولا ما قبل الاساسي ولا الجامعي؟ خليكي معايا. كل النظام ده كل واحد فيه له طريقة إصلاح. مثلا التعليم الفني اللي الناس بتتكلم فيه واللي كان الزملاء موجودين قبلي بيتكلموا عليه. أنا شفت مشروع من الاتحاد الأوروبي على التعليم الفني من أفضل ما رأيت من مشاريع التطوير في التعليم الفني في كل دول العالم. ولما تغيرت الحكومة بعد الثورة هذا المشروع توقف وقف عند حد. أدي اللي أنا بقولك عليه الحاجة ما بتكملش للآخر. كل المهن في مصر ال 1300 مهنة كانت متقسمة إلى درجات جدارة مهنية وكل نظام تعليمي بيخش فيها من أول السمكري والسواق للدكتور والممرضة. النظام كان رائع ومأخوذ من الاتحاد الأوروبي وفيه جودة عالية جدا. توقف المشروع عن استكمال إنتاجه. المدرسين اللي بيسافروا عشان يروحوا بعثات يتعلموا مرة أخرى رأيت بعيني بالضغط إن إحنا لازم ندرب. كان المدرسين مفروض يروحوا مثلا سنة أو سنة ونص أو سنتين ويرجعوا لمدارسهم تاني. بعد شوية تقوم الوزارة مغيرة، فبدل ما نبعت 100
سنتين ما نبعت 200 سنة، طب ما تبعت 400 6 أشهر، طب ما نبعت 1000 ده على أساس أنه ياخد يروح زيارة؟ في نهاية الأمر هو منطق، أنا بتكلم على لما أنا كنت عضو مجلس الشعب ده كان بيحصل قدامي، هو المنطق أن الوزير بيروح يقول لرئيسه إيه ده أنا بعت يا فندم 10,000 واحد يتدربوا، لكن هل النتيجة بتاعت التدريب مؤثرة في العملية التعليمية؟ طب ولما يرجعوا دول بتحطهم فين؟ بتحطهم في كريتيكال ماس ولا بتوزعهم كل واحد في مدرسة بحيث أن النظام القديم ياكلهم ويشفطهم ما يبانوش ما يبانش شغلهم؟ المسألة مليانة حاجات صغيرة لكن ما فيش عين لماها في إطار، رغم أن هذا الإطار موجود. طب في مجلس تخصصي للتعليم حول الرئيس؟ فيه وفي ناس كويسه، والدكتور طارق من افضل الناس، وشرفني في البرنامج الحياه، من افضل الناس اللي بيفهموا في التعليم، وكان زميل ليا في لجنه التعليم قبل كده، انا كنت برقصها. ايه المشكله ان المجلس الاستشاري ملوش قوه التنفيذ؟ لا ملوش قوه التنفيذ، المشكله في ان التعليم وزير السلطه التنفيذيه هي اقوى سلطه في مصر. انت عايزه يعني انا اتكلمت مع المهندس ابراهيم محلب على فكره في تكوين الوزاره الاولانيه، هو كان له راي انه يعمل وزاره تعليم فني وزاره تعليم مش عارف ايه وايه، انا كنت بقول له انا في حقيقه رايي مخالف لرايك، انا عايز الم كل التعليم في وزاره. كان عندنا 3 وزراء للتعليم ما عندناش تعليم، لان انا كنت بقول له انا اتصور ان عندك نائب رئيس وزراء لشؤون التنميه الانسانيه، لان في نهايه الامر الانسان هو الاساس، فيها تعليم وفيها صحه وفيها الشؤون الاجتماعية وغيرها، لأنه في نهاية الأمر ما ينفعش دول يشتغلوا جزر منعزلة، لازم يضمهم رؤية واحدة في الآخر أنا عايز أعمل إيه ويطلع من عندي إيه. والكلام ده كله هقول إيه بس، أنا كلاكيت للمرة 10 وأرجو أن تجيء حكومة تقول أنا هجيب الناس المسؤولين عن ذلك يقعدوا قدامنا 5-6 سنين عشان ينفذوه. هقول ايه؟ نورتني النهارده يا دكتور، الدكتور حسام بدراوي السياسي البارز والمفكر السياسي، نورتني في كلام تاني، ونلتقي مره اخرى ان شاء الله. وبحب نلتقي عشان طاقه الامل اللي باخدها دي طاقه. ايوه بس خليتيني في الاخر اقول عامل ايه؟ اصل التعليم ملوش حل. انت عارفه احنا انصحك بتعملي التجربه في برنامج. اعملي برنامج هاتي فيه 1 أو 2 أو 3 من الناس اللي بتفكر ما يقولوش غير حاجات غير تقليديه. يعني واحد يقول حلول غير خارج الصندوق، والله مش هيتهاجم عليها. الناس زهقت من كلمه خارج الصندوق. مش فاهمين ايه خارج الصندوق ده. هم خدوا الصندوق ومشوا. بصراحه بشكر حضرتك، نورتني يا دكتور، وبشكر حضراتكم، وتحياتي للزملاء اللي اشتغلوا على مدار هذا الاسبوع عشان نقدم لحضراتكم شيء، يعني نتمنى ان هو ينال القبول لدى حضراتكم. اشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله، وحلقه جديده من كلام تاني مع رشا نبيل. تصبحوا على خير. We'll be right back.